فيتامين دال نازل بجسمك وتبي تزيده صح؟ طبعا شو اللي يخليك تسوي فحص فيتامين دال؟ لان في اعراض عندك ومنها الم باسفل الظهر، قلق، اكتئاب، توتر، خمول، الم بالعضلات، وفي وايد علامات، ولكن انا قلت لك اهمهم ليه عشان يبين. زين نسمع وايد احنا وصفات تزيد فيتامين دال، عندنا مثلا التين مع زيت الزيتون يزيد فيتامين دال، نتشمس، ناكل مثلا الزبده، او ناخذ اقل شيء حبه 50,000 ترفع فيتامين دال. ركز، هل يعني معناته اذا زاد بدمي فيتامين دال يعني اعراضي تختفي؟ لا مو شرط. في اشخاص عنده حبه فيتامين دال ولكن ما عنده اعراض نقص فيتامين دال، يعني شلون يعني؟ هذا الشيء اللي ابيك تعرفه. فيتامين دال نوعين، في واحد بالدم اللي يبين احنا اللي يبين بالفحص، وفي واحد ثاني فيتامين دال اللي بالخليه. زين يعني شنو؟ يعني جراني انا فيتامين دال بالخليه ولا لا؟ اذا مو بالخليه في اعراض، واذا دش داخل الخليه ما في اعراض حتى لو كان شويه. زين نبي نخلي فيتامين دال يدش داخل الخليه، شنو نسوي؟ رقم واحد اليود 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 اليود, اليود. اذا انت او انت ما تاكلين سمك انسي فيتامين دال انه يدش داخل الخليه. ليش دائما تسمعون اليود مهم جدا حق الغده الدرقيه؟ لان اليود يا جماعه ينظف السموم من كل خليه. يعني شنو؟ يعني الخليه اذا فيها سموم ولا شيء يدش لها لا فيتامين ولا معدن. اليود يا جماعه رقم اثنين، ناخذ فيتامين دال مع كيتو وناخذ المغنيسيوم، كذي راح نضمن ان فيتامين دال دش داخل الخليه. اما في وايد اشياء ترفع فيتامين دال راح يرتفع على الفاضي، راح نشوف الفحص والله زايد ولكن الاعراض نفس ما هي. عرفت شلون؟ في واحد بالدم، واحد داخل الخليه. شلون دخله داخل الخليه؟ قلت لك. زين انت ما تحب السمك او انت ما تحبين السمك، اخذي اعشاب البحر، اسمه كلب، اخذي اعشاب البحر، هذا يغنيك اذا انت ما تاكلين سمك. واخذ الاشياء اللي انا. هلا مرحبا، ان شاء الله استمتعتوا بالفيديو اللي انا تكلمت فيه عن فيتامين دال. وايد احنا نشوف باليوتيوب حط زيتون مع التين يروح فيتامين دال، اوكي يرتفع، وبعدين اذا ارتفع اعراض نفسها. فما يدرون يعني على نياتهم، بعد ما يدرون فيتامين دال نوعين، في واحد بالخليه واحد برا الخليه. خلنا ناخذها بالتفصيل، اوكي ركز. ليش لازم ناخذ فيتامين دال مع كيتو؟ فيتامين دال يطلع الكالسيوم بالامعاء، فعشان لا يزيد الكالسيوم من يشيله من الدم عشان لا يترسب، كيتو حلو، كيتو يشيله ياخذ الكالسيوم عشان لا يتراكم بالكلتين يوديه العظم والاسنان. خلصنا. المغنيسيوم ضروري جدا، شنو يسوي منها؟ يوازن الكالسيوم، ومنها شنو؟ ينشط فيتامين دال، يعني يخليه نشط. رقم ثلاثة الزنك يا جماعة، الزنك هو اللي يقول حق الفيتامين دال تفضل دش داخل الخلية، هو المدير هو يبطل الباب. اليود شنو وضعه؟ اليود ينظف الخلية، إذا الخلية مو نظيفة الزنك ما يقدر يدخل فيتامين دال. واضح؟ وأنا أتحدى أي شخص عنده فيتامين دال مراضي يصعد، خلي ياخذ هذه الأشياء، راح يشوفه يشوت، ها وزائد شنو؟ الأعراض تختفي. واضح؟